منذ وجودها تغنت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بفضائلها وازدنت بتراتيلها وصلواتها، وتميزت صلوات الصوم والقيامة بفرادة خاصة. لم يقف وباء الكورونا عائقاً أمام استمرار الكنيسة بإقامة الصلوات وقرع الأجراس، ولم ينقطع الإكليروس عن الصلاة، إنما كثفها مع الالتزام بالتدابير وأبقاء المؤمنين في منازلهم لمتابعة الصلوات عبر وسائل الإعلام والمواقع الكنسية. هذا ما أوضحه راعي أباشية طرابلس وجبل لبنان للسريان الأرثوذكس المطران جور صليبة بالتزامن مع حلول الفصح المجيد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي. توجيهات الدولة وحكومتنا في لبنان أن لا يكون تجمعات كثيرة، ونحن لم نغلق الكنائس، لكن نصحنا أهلنا أولادنا المؤمنين عنا أنه أنتم مش مضطرين تيجوا على الكنيسة، فيكم تتابعونا عبر وسائل الإعلام، عبر مواقع التواصل، وسطات كثيرة ونصلي ولم نقطع صلواتنا، لكننا كأكليروس لم ننقطع ولا يوم ولا بمناسبة، إن كان ظهرا إن كان مساء إن كان صباحا، كل القداديس والمناسبات نفعلها في مجموعة قليلة من الشمامسة والمؤمنين يحضرون أحيانا وأحيانا لا يحضرون. أما فيما يتعلق بمبادرة الكنيسة الإنسانية والاجتماعية تجاه أبنائها في ظل الظروف الصعبة، قال المطران صليبة: في عنا مثل يقول حبك يا رب حسب طاقتي، نحن نحب الله ونعبده بالروح والحق، وضميرنا وإيماننا مطلق إن الله على كل شيء قدير، وبقدر ما يتوفر معنا وبقدر ما تسفر عنه جهودنا نسعى ونحاول أن ندبر مساعدات معنوية ومادية وطبية للمحتاجين من العائلات. وكان في عادة حسنة أنه كان ناس يتبرعون لنا من الخارج، هلا صار التبرع من الخارج كمان صعب في الظروف اللي وصلونا حكامنا غير الصالحين في لبنان، وصلوا البلد إلى هذه الحالة. يا رب أنت خفف هالأيام وقصرها، ولو لم يقصر الله تلك الأيام لما خلص جسد، هيك يقول يسوع، هيك يعلم الكتاب المقدس. ولأن فرح القيامة هو خلاصنا المنشود، ما يجب علينا أن نعيشه في الأحزان والأفراح إيمانا منا أن الله يوجد من المحنة خلاصا. أنا أعيد لبنان أول شيء، لبنان حتى الله يرفع هالغبن هالغيمة السوداء عنه، يحفظ المواطنين كل المواطنين، ينور عقول هالحكام غير الصالحين ويعيدهم إلى طريق الصلاح، والصالحين الله يزيدهم معرفة وحكمة وقدرة على خدمة الوطن، خدمة الإنسان، كل إنسان خاصة المواطنين.